اهلا بيكم في حلقه جديده وضحيه جديده مع المهزراتيه. تخيلي كده لو انت نازله مع خطيبك او حبيبك او ايا كان، نازلين كافيه تبسطوا تحبوا في بعض تشربوا حاجه، يعني جو لطيف، فجاه حصل مصيبه وكارثه، رد فعلك هيكون ايه؟ النهارده احمد من الاخر بيختبر خطيبته سالي، درجه حبها ليه قد ايه، بتحبه قوي ولا هتعمل ايه لما تشوف حاجه زي دي. فتعالوا نشوف دلوقتي رد فعل سالي لما تشوف احمد في المصيبه دي. المكان ده بقى تحفه بجد، هيعجبك جدا. انت جيت هنا قبل كده؟ مرتين ثلاثه كده. مرتين ثلاثه مع مين؟ تعالي بس اقعدي. اكيد مع ناس صحابي، يعني هيبقى مع مين؟ طول عمرك بتظن ظن وحش كده. والله ابدا، انا بسالك عادي، جيت مع مين؟ عامل كده سؤال بريء. المهم، المشروع اللي اتكلمت معاكي فيه ده، ايه رايك فيه؟ والله يا احمد، يعني مشروع مصوراتي ده اهلي مش هيوافقوا عليه اصلا. لا، ده استوديو حضرتك مش مصوراتي حبيبي اصلا. صباح النور. شكرا. اشربي. بقول لك ناكل حاجه الاول؟ مش اوكي. ناكل حاجه؟ لا لا، مش هقدر خالص. ليه؟ ما بعرفش اكل بره، انت عارف. سندوتشين كده؟ لا. مش طيب عاوز. عموما انا هشرب نسكافيه. شوفي انتي تشربي ايه. قررت تشربي ايه؟ انا كمان عاوز اشرب. بصي، المشروب ده ايه؟ ده ماركاتو. مشروب جديد. حلو، هيعجبك. بيقول لها تشربي ميركاتو. والله العظيم انت ما تعرف، انت نفسك ما تعرفش يعني ايه ميركاتو. متاكد؟ انا ما شربتوش قبل كده. لا، هيعجبك. جربيه. مش بتثقي فيا ولا ايه؟ اكيد. لو سمحت اضحكي. اضحكي يا سالي، اضحكي، عايزك تضحكي قوي، هتضحكي كمان شويه. لو سمحت، عايز واحد نسكافيه. واحد نسكافيه؟ وواحد ماركاتو للاستاذ. من غير سكر؟ من غير سكر. بس فكري بالراحه كده، تمام؟ فكر فيه وشوفي. ما هو انا، بصي، انا لو فتحت اي حاجه تانية مش هتبقى مناسبه ليا، لان ده المجال اللي انا بفهم فيه بصراحه. بس انت بترسم كويس، ممكن تفتح مرسم. ماشي، مفيش مشكله. ما هو يعني انت عارفه مرسم ايه بس اللي هيمشي في البلد دي. اكيد مامتك هي اللي قالت لك تعمل كده. مامتي مالها ومال الحوارات دي؟ انت بتقفش عليه ليه؟ هو لسه انت تبقى قفشه ليه؟ ليه قفشه من دلوقتي يا سالي؟ المشكله ان انا مش حابه موضوع الاستوديو ده. انا 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 بشور على والدتي حاجه، وان انا امشي ورا كلامها حاجه تانية. لازم تفرقي بين دي ودي. يا سالي. وبرده ساعه ما جينا ننقي الشبكه، ايه المشكله لما اشرها؟ يا سالي. ايه اللي هتلبسها ولا انا؟ طب يا جماعه، خلي حد يخش من النسكافيه، يلا دلوقتي حالا. بصي، الموضوع ده انا مش عايز اتكلم فيه تاني، خلاص بقى. ما انت يا احمد اللي بتدخلها في كل حاجه. حبيبتي، ايه المشكله؟ طيب انت ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ بعدين احنا خارجين نتبسط، مش خارجين نعاكن على بعض، صح ولا لا؟ صح. طيب امال ايه بقى؟ بس المكان ده رغم ان هو جميل بس يعني حر قوي. معلش معلش، هو الجو بره اللي حر، مش المكان اللي جوه اللي حر. وبعدين المفروض ما تبقيش حرانه وانا معاكي، ولا بردانه وانا معاكي. قولي لي بس، ايه رايك في المشروع بجد؟ بص، لو المشروع عجبك قوي كده، احنا ممكن يعني نقول حاجه غير الاستوديو مثلا. ممكن نقول مصور فوتو سيشن، ايه رايك؟ حتى تبقى اشيك واجدد واروش. يا حبيبتي، ما هو الاستوديو في فوتو سيشن، وفي تصوير اندور، في اوت دور، انا معاك، في تصميم بس يعني في يعني. اسمعني اسمعني، اعمل اي حاجه غير انك تقول مصور دي يعني. ما الراجل حلم حياته انه يشتغل مصور، ليه قفشه عليه؟ مش عاجباكي في ايه بقى؟ حاجه قديمه يعني، يعني ما بقاش حد يشتغل مصور اصلا دلوقتي. هي في حاجه اسمها شغلانه قديمه وشغلانه جديده؟ ايوه، انت مش عايش في العصر يعني ولا ايه؟ المدرس ده شغلانه قديمه ولا جديده؟ لا، دلوقتي بقى اسمه تيتشر. تيتشر؟ يس. حلو ده. طب انت قولي كده، المفروض ان انا اشتغل ايه؟ واحد فنان زيك المفروض يفتح مرسم. مرسم؟ واعمل ايه في المرسم؟
اكيد هترسم يعني. والله طبعا. وده هيكسب والله يعني يا حبيبي. انا اعرف نعيش يعني بفلوس الرسم وكده. لا دي هوايه شغلانه ثانيه. لا دي هوايه. تشرب العصير؟ اسمه ايه؟ اسمه ماركاتو. هو ايه الماركاتو ده يا رجاله؟ جميل ده. جميل قوي بصراحه. لا هو طعمه كده هو انت بس طلبت لحد قبل كده؟ لا انا شربته قبل كده. بس انت ما بتشربش عصاير. ما هو ده مش عصير يعني، ده حاجه زي الكوكتيل كده. جربيه بس، جربيه بس مع صاحبك صح؟ طب يلا يا جماعه قولوا انتي تبتدي بقى، تبتدي كده تتوجع واحده واحده. بجد برافو عليك. مش عارفه، حاسه بدات تركزي في حاجات كده. تي انا بحبها. ايه ده بتحب اللبس ده؟ تي مالك؟ مش يعني تجديد عموما يعني. مالك فين؟ وانا اول مره البس. الله الله. تخش الحمام؟ تخش الحمام كده؟ الله. اول امبارح برضه؟ طب حاسه بايه طيب وليه؟ مع الطاقة. احمد ده انت جبته لي. مش حاسه بايه؟ والله؟ الحمام تعالي. معلش انا شغل مش انسى حاجات كتير. طب قول خش الحمام. مفيش. حاسه بايه؟ ابدا والله. ميه يا جماعه طيب ممكن؟ يا جماعه ميه. يا جماعه المهزراتية. يا جماعة بعد اذنكم ممكن حد يجيب لي مية؟ انت كويسة؟ بس هي حاسة ببطنها وجعانة جامد جدا مش عارف في حاجة؟ طب ممكن مية او اي حاجة طيب او اي حد هنا؟ حاسة كأن سكاكين بتقطع. انت حامل؟ جماعة لا انت حاسة بإيه طيب وليكي طيب؟ حاسة كأن سكاكين بتقطع في بطني. طب انت كويسة؟ يا جماعة طب هعمل لها ايه طيب؟ مش عارف. طب نكلم اسعاف ولا دكتور ولا حاجه؟ مش عارفه. مش عارف. طب ايه طيب؟ اخد اسعاف. طب هي بتشتكي من حاجه؟ لا بتشتكيش من حاجه. اول فيه. مره يحصل لها ده. اول مره ده يحصل لها؟ اول مره انا ما اعرفش. طب ممكن تكون حامل او حاجه. لا مش حامل، احنا اصحاب يا جماعه. ازازه ميه يا جماعه لو سمحتوا. ان شاء الله تبقي كويسه ان شاء الله. طب ما فيش دكتور هنا في المكان. هي بتشتكي من حاجه ولا؟ مش عارفه. اشرب ميه. طب اشربي. اشربي. طب انت حاسه بايه؟ اشرب بالراحه. طيب حاضر. اشربش بالراحه. طب انت بتشتكي من حاجه؟ معدتك وجعتك قبل كده؟ لا ما تدخل الحمام. طب ممكن تفتحها يا انجي؟ بصيلي انجي. يا جماعه دكتور طيب. يا جماعه حد يتصرف. طب ده بتروح خالص. رقم الاسعاف 122 ولا 123؟ 123 ده النت يا جماعه. 123 يا جماعه. فين الويتر اللي هنا؟ فين يا جماعه في الكافيه؟ فين الويتر اللي هنا؟ بس ما تخافيش هتبقى كويس. انا بكلم الاسعاف يا استاذ. هتبقى كويس. ايه معلش هتبقى كويس. طب يا جماعه حد يرد عليا. هو ازاي ما فيش حد هنا؟ النبي ابعتوا لنا عربيه. طب انت تعبانه بقالك شويه. في العنوان اللي انا هقوله لحضرتك. ايه بس ثواني. طب ثواني. حاسه سكاكين بتقطع في بطني. يا جماعه اللي هنا. طب اتصل بالاسعاف بسرعه. مش عارف رقم الاسعاف يا جماعه. معرفش. جايين حالا. طيب شكرا. طب قول راضي يجهز بقى عشان ده وقته، لازم يدخل دلوقتي حالا. دلوقتي الدكتور جاي دلوقتي. اهدي بس وحاول تنفسي كويس. طب شربي ميه. ماشي شربيها ميه. خدي ميه. طب خدي ميه. حاولي. شربيها ميه كده. معلش. بس خير يا جماعه. خير. الدكتور عمرو هنا جنبكم. هعدي هنا جنبكم. اتفضل. خير. بس حاولي كده بس يا جماعه. هوا بس شمالها بطنها. بتقطع قوي يا دكتور. يا سلام عليك يا راضي. دخل الدكتور يا جماعه. والله دكتور. حاسه بايه؟ حاسه بوجع في كل معدتها. خير. اكلتي حاجه او سالتي حاجه؟ شربتي حاجه؟ شربت نسكافيه. بطنها مش قادره. هي بقى لها قد ايه كده؟ مفيش 5 دقايق. رجعت؟ لا ما رجعتش. نامتش كويس؟ نعم. نامت كويس؟ كويس. مفيش اي حاجه. احنا دخلنا قعدنا شربت نسكافيه. ما اعرفش من ساعه ما شربت نسكافيه وهي بطني. في حد شرب تاني؟ هو يعني يا دكتور لو سمحت هو اللي حصل لها ده من النسكافيه اللي شربته؟ لا كده لازم الاسعاف حالا يا جماعه. كده لازم الاسعاف حالا. وهوا عايزين هوا. هوا ايه بس يا دكتور؟ هوا يا جماعه محدش يتحرك من هنا. لا لازم الاسعاف يجي حالا. طب ايه اللي حصل؟ طمني حالا. حالا لازم الاسعاف يجي حالا. طب يا دكتور طمني. انجي اسعاف تاني. انجي
انجي هي ما شربت ما شربتش حاجه غير النسكافيه ده؟ انجي رد عليا يا انجي ده ما ما بتردش عليا انجي لو سمحت يا فندم عايز عربيه اسعاف في العنوان اللي انا كلمتكم من عليه دلوقتي يا انجي يا انا لسه متصل من 10 دقايق انجي يرد عليا انجي يا انجي يا جماعه في ناس هنا بتموت انجي رد بسرعه لو سمحت انجي هي شربت حاجه غير النسكافيه يعني شربت حاجه وانت جاي يا جماعه كانت كويسه والله العظيم كانت كويسه بس الدكتور قال من النسكافيه انجي هي شربت اكيد النسكافيه هيعمل ايه يعني النسكافيه ده وهي بطني مش عارف خلاص ثانيه الاسعاف جايه الاسعاف جايه طب يا دكتور حضرتك متاكد يا جماعه ارجوكم يا جماعه هوا يا جماعه يا دكتور ما بتردش خالص رغم عليها بس 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 مش معايا الحاجات شوفي لو معاكي مش عارفه هولها بايه مش عارفه ضغطها واطي جدا حد مين يا جماعه مين اللي شرب حد تاني هنا شرب نسكافيه ده حد تاني شرب نسكافيه يا جماعه هنا حد شرب نفس النسكافيه ده يا جماعه دي قضيه أيوة, أيوة, ايوه احمد برضو طلب نسكافيه على فكره بس هو كويس ما فيهوش حاجه بشرب منه بقالي ساعه ده تسمم لان ضغطها واطي جدا ضغطها واطي جدا يا نهار ابيض طب ضغطها واطي جدا استعجلوا الاسعاف يا جماعه ارجوكم يا جماعه انا كويس اهو ما انا شارب نفس النسكافيه وكويس اهو احمد انت كويس؟ اه لا ده تسمم ده تسمم اهو بقول الله يا جماعه محدش يتحرك من هنا محدش يتحرك من هنا يا دكتور محدش يا دكتور يا دكتور محدش يتحرك من هنا على مسؤوليتي الشخصيه محدش يتحرك من هنا يا دكتور ده تسمم علي معلش الاسعاف جاي حالا يعني ايه اللي حصل طب يا جماعه؟ يعني ايه بقول الله يا جماعه؟ انجي انجي شوف دلوقتي يعني ايه يا جماعه البقال الله يا انجي انجي رد عليا دلوقتي بقى احمد هيحاول يستموت هو كمان وبطنه توجعه كده ايه بالتدريج واحده واحده احمد انجي انت كويس انجي انت كويس حاسس بحاجه مش حاسس باي حاجه يعني ايه يا جماعه البقال انجي رد عليا انجي انجي خلاص يا جماعه الاسعاف جايه في الطريق واستعوضها بس لا حول ولا قوه الا بالله حد يا جماعه يا جماعه ارجوكم عشان نلحق الموقف مالك اي حد حكى لي حاجه هنا شرب حاجه عشان الحقني ايه ده احمد مالك احمد يا جماعه بقول من بدري يا جماعه بقول من بدري بس 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 بروح 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 احمد تحس بايه مش عارف بطني بتقطع يا نهار اسود لا والنبي الحقني حاسس بايه بطني بتتقطع نفس الاعراض لا لا والنبي من الحقني بسرعه تسمم ثنائي القطب اوعى احادي الحياه ليه يا دكتور لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه مفيش حد يخرج بطني والنبي ما تسلمش واقف لي هنا واقف لي هنا مفيش حد يخرج واقف لي هنا ايه واللي محدش يخرج مفيش حد يخرج الا لما الشرطه تيجي بسرعه من رايح المستشفى بس 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 هو ايه اللي بس محدش يخرج دي تعليمات يا جماعه انت مجنون ولا ايه بس 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 اوعى لا يا جماعه انا دكتور هو انت دكتور كل الحالات اللي عندنا كده كلاب قطط اي حاجه في العياده اللي كلاب انتوا كده بتبوظوا الشغل يا ابني هي قط شرازي يا نهار اسود احمد اه احمد والنبي احمد خليك كويس بس 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 اهدوا 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 حقني يا دكتور خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس لا حول ولا قوه الا بالله نفس الاعراض اعرض ايه نفس الاعراض اعرض ايه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه حصلت حاله عندي كانت كده قط شرازي طب قط ايه قط ايه ما هي هي يا احمد يا احمد يا احمد بالله لا حول ولا قوه الا بالله يا احمد والنبي عصير مشمش والنبي والنبي يا احمد حرام عليك ده بالحقيقه عصير مشمش انت بتقول ايه انت طب بص بالاسعاف ما حدش يخرج من هنا يا جماعه ده محضر ده محضر وصاحب المكان ده يتحبس صاحب المكان ده مفيش رب لا لا مفيش رب مفيش رب مفيش رب لا 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 احمد لا خير 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 لا حول ولا قوة الا بالله لا لا النبض بدأ يروح اهو النبض اللي بدأ يروح بس 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 دي كده نوبة دي كده نوبة دي كده نوبة حرام عليك دي كده نوبة يعني هيفوق دي كده نوبة اه يا دكتور دي كده نوبة طيب الحمد لله دي كده نوبة طب اعمل أي حاجة لا حول ولا قوة الا بالله عصير مشمش عصير مشمش ايه انت مش بتقول دي نوبة يا جماعة دي دكتورة مش عايزاها يبقى كويس ايوه اكيد عايزاها يبقى كويس يبقى مشمش مشمش
عصير ايه؟ مش حد يجيب ميه. راضي راضي امسك امسك النسكافيه وشرب شربه منه تاني. حرام عليك طب واللي مش هنا معايا طب حد يطلب الاسعاف انت مش حد ابو من ده تاني انت مجنون انت مجنون مناعه عشان المناعه انت مجنون صح انت مجنون امشي من هنا واللي مش هنا معايا يلا يلا والنبي يا احمد والنبي يا احمد والنبي يا احمد طب بص لا حول ولا قوه الا بالله انت بقى مصور ما تقفش هنا ما حدش يخرج من هنا ما حدش يخرج من هنا استوديو طب والنبي لا حول ولا قوه الا بالله طب كلمه دكتور المهزراتية يا لهوي يا لهوي يا جماعة كلموا دكتور كلموا دكتور يا بني انت مين انت انا دكتور بيطري ما انت بيطري ما تمشي يا عم ده صعب واللي غيابك يا عم لا حول ولا قوة الا بالله كلم الاسعاف لا حول ولا قوه الا بالله الاسعاف لي انت هتجنني مش هقدر اخدها في دفاشي لا يا جماعه خلاص الوضع كده خلاص انا لازم ادخل لهم حالا لا والنبي يا احمد والنبي يا احمد بس ثواني بس ثواني ايه بس ايه المشكله ايه يا راضي في ايه في ايه المشكله بس ثواني دكتور شيل النسكه من صممها انا مش استني استني مين قالك انا دكتور امال انت مين لا انا عادي يعني جاي اشوف انا جاي اشوف جاي اشوف الموضوع في واحده هنا ماتت واحده ماتت وده شكله مات شربوا نسكافيه مسمم مفيش اي مفيش بالاسعاف نهار اسود ومنيل ده حالته صعبه والنبي حد يتصعب والنبي طب انت بتعيطي ليه يعني مين انت اللي خلاص 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 اهدي بس خدي خلاص خلاص والله فوق بص بص لها فوق اصحى اصحى خلاص فوق بجد انا مش عايز هو مات بجد اصحى يا ابني يا عم اخلص اهو قول لها انت قول لها انت ده ايه ده مقلب. انا كنت نايم شويه في ايه مالك في ايه نايم شويه بتصحيني كده ليه واي حاجه بص اسمعني لا ايه دي ايه ده هتقلع ايه ده خلاص هيقول لمامته والله هيقول لمامته هيقول لمامته على الاستوديو طب هاتيها هاتيها انا هديها انت هاتيها خلاص ايه دي ايه دي هات الخاتم ده تعالى نايم شويه بقى اهي ورا كمان عايشه اهي كانت نايمه شويه وبصي بصي بصي بعد بصي بصي الكاميرا اللي هناك دي كمان متصوره من كل الاتجاهات يا جماعه المقلب مش في كده بصراحه يعني خلاص اهدي خالص دي جاب لك نسكافيه ممكن اقول لك حاجه تعرفي ان خطيبك هو اللي اصر يعمل فيك انت بقى والله لا والله ده انا كان قلبي هيقف على فكره والله العظيم حرام عليك انا كنت بس بتحبني قد ايه كده يا احمد قولنا نبيع مش عايزين اكتر من كده بس سهله بعد اللي عملته فيا اه بس بقى هزار قلبي كابيض ها خلاص هنذيع هنبص للكاميرا هنا استنونا بكره في حلقه جديده وضحيه جديده مع المهزراتيه